خلال شهر أبريل قامت مؤسسة تجارية بالعمليات التالية: في 2/4 إرسال طلبية لشراء بضاعة بقيمة 40,000 مرفقة بشيك بنكي كتسبيق بقيمة 10,000. 3/4 استلام طلبية من الزبون بقيمة 60,000 مرفقة بشيك بنكي كتسبيق ب20,000. 5/4 شراء بضاعة على الحساب بقيمة 40,000 رسم على قيمة مضافة 19%. 10/4 بيع بضاعة على الحساب بقيمة 60,000 رسم على قيمة مضافة 19%. تكلفة الشراء 52,000. 12/4 شراء بضاعة بقيمة 10,000 رسم على قيمة مضافة 19%. مصاريف النقل 1,000 دينار قام بها المورد. 15/4 إرجاع نصف المشتريات. 5/4 بسبب عدم توفر شروط متفق عليها. 20/4 بيع بضاعة بقيمة 30,000 رسم على القيمة المضافة 19%. تكلفة الشراء 25,000. بلغت مصاريف النقل 900 دينار تحملها الزبون وتم نقلها بوسائل خارجية بوسائل المؤسسة. 30/4 30/4 شراء مواد أولية بقيمة 12,000 ورسم على قيمة مضافة 19%. وبلغت مصاريف النقل 800 دينار تم نقلها بوسائل خارجية. 26/4 أرجع الزبون ربع مبيعات 10/4 بسبب تاريخ صلاحية قريب. 28/4 بيع بضاعة بقيمة 15,000 دينار رسم على قيمة مضافة 19%. بلغت مصاريف النقل 1,000 دينار تحملتها المؤسسة وتم نقلها بوسائل خارجية. تكلفة الشراء 12,000 دينار. المطلوب تقييد العملية في اليومية. العملية الأولى: إرسال طلبية لشراء بضاعة بقيمة 40,000 مرفقة بشيك بنكي كتسبيق بقيمة 10,000. يكون القيد هنا 4091 مع 512 بقيمة 10,000، أي نسجل فقط قيمة التسبيق. عملية موالية: استلام طلبية من الزبون بقيمة 60,000 مرفقة بشيك بنكي كتسبيق ب20,000. 512 مع 4,191 القيمة، قيمة التسبيق 20,000. عملية موالية 4/5 شراء بضاعة بقيمة 40,000 الرسم على قيمة مضافة 19%. هنا في حالة شراء يكون هنا مرحلتين: مرحلة شراء ومرحلة إدخال إلى المخازن. وبداية نحسب فاتورة شراء أشتي 40,000، تفهي 19% تساوي 7,600، أي نضرب 40,000 في 0.19 تساوي 7,600، نجمع أشتي مع تفهي تعطينا تي تي سي 47,600. تقييد العملية يكون بشكل التالي: 380، 4,456، 401، 30، 380. مبلغ مشتريات بضاعة هو الأشتي 40,000، تفهية 7,600، موارد المخزونات تي تي سي 47,600. مخزون بضاعة هو قيمة مشتريات بضاعة 40,000. عملية موالية 10/4 بيع بضاعة بقيمة 60,000 رسم على قيمة مضافة 13%. تكلفة الشراء 52,000. وهنا مرحلة البيع كذلك فيها مرحلتين: مرحلة إخراج من المخازن ومرحلة البيع. مرحلة إخراج من المخازن التقييد يكون بالشكل الآتي: 630 مشتريات بضاعة مباعة مع مخزون بضاعة 411، 4,457. الزبائن دون أن نصب حساب فاتورة البيع 10/4، أشتي 60,000، تفهية نضرب 60,000 في 0.19 تعطينا 11,400، تي تي سي 71,400. مبلغ الزبائن هو تي تي سي 71,400،
مبيعات بضاعة 69,000 تبيع محصلة أو مستلمة 11,000. عملية موالية 12/4 شراء بضاعة بقيمة 10,000 رأس مال قيمة مضافة 19%، مصاريف النقل 1,000 دينار قام بها المورد. القيد هنا في مرحلتين، مرحلة الشراء ومرحلة إدخال إلى المخازن. 380 4457 مع 3886 ولا 3860 401. فاتورة الشراء 12/4 أشتي هو 10,000، نضرب أشتي في 0.19900، تي تي سي 11,900، نضيف لها مصاريف النقل 1,000 دينار تعطينا 12,900. تقييد العملية مبالغ الحسابات، مشتري بضاعة هو الأشتي 10,000، مصاريف الشراء 1,000، تبقى قابلة للاسترجاع 1,900، مورد المخزونات 12,900، مخزون بضاعة 30 نرصد 380 3860 مع 30، المبلغ مشتري بضاعة 10,000، مصاريف الشراء أو مصاريف النقل 1,000، مجموعهما يعطينا 11,000. عملية 15/4 إرجاع نصف المشتريات 5/4 بسبب عدم توفر الشروط المتفق عليها. هنا في هذه الحالة إرجاع نصف المشتريات لخمسة أربعة، في خمسة أربعة كانت بضاعة بقيمة 40,000، نصفها 20,000. في هذه الحالة يكون التقييد أنه اللي كان في القيد الأول يرجع في القيد الثاني، واللي كان في القيد الثاني يرجع في القيد الأول، واللي كان حسابات التي كانت مدينة ترجع دائنة، واللي حسابات التي كانت دائنة ترجع مدينة. مبالغ هنا إرجاع نصف المشتريات 20,000، 20,000 مورد المخزونات، لا 380 20,000، نضربها في 0.19 تعطينا 3,800، مجموعهما 23,800. 23,800 هو مبلغ مورد المخزونات، مشاية بضاعة مخزون بضاعة 20,000. 20,000 عملية موالية 20/4 بيع بضاعة بقيمة 30,000 قيمة مضافة 19%، تكلفة الشراء 25,000، بلغت مصاريف النقل 900، تحملها الزبون وتم نقلها بوسائل خارجية. هنا كذلك مرحلتين، مرحلة الخروج من المخازن ومرحلة البيع. 630 مشتريات بضاعة مباعة مع بضاعة مبلغه وتكلفة الشراء 25,000. 706 4457 تبية مستحقة أو مستلمة أو محصلة، و706 أداءات مقدمة ونعني بها مصاريف النقد، ودون أن ننسى فاتورة البيع 20/4 أشتري 30,000، تبيع 19%، 0.19 في 30,000 تعطينا 5,700، تي تي سي 35,700، مصاريف النقل نضيف لها مصاريف النقل 900، صافي الدفع 36,600. هنا في حالة البيع يوجد مبلغين، مبلغ البيع ومبلغ الشراء. في فاتورة البيع نحسب بمبلغ البيع، أي مبلغ الأول، مبلغ اللي نبيعو به ماشي اللي نشريو به. العملية موالية شراء مواد أولية، بقيمة 12,000 رسم على قيمة مضافة 19%، بلغت مصاريف النقل 800،
ثم نقرها بوسائل خارجية. القيد يكون 381 4456 مع 401 31 381، والقيد الثالث 3860 مع 4011. هنا دون فاتورة الشراء اشتي 12000 تبي نضربها في 19280 تي تي سي 14280، اي نجمع الاشتي مع التبي تعطينا تي تي سي، نضيف لها مصاريف النقل 800 صافي الدفع 15080. مبلغ مبيعات بضاعة 60 عفوا 381 12000 4456 2280. موردو المخزونات مية واثنين وأربعين 14280. ثلاثة آلاف وثمانمية وستين مبلغ 800 مع 4011 مورد الخدمات كذلك 800. عملية 26/4 أرجع الزبون ربع مبيعات 10/4 بسبب تاريخ صلاحية القريب. هنايا العملية 10/4 كذلك هنا اللي كان قيد اللي كان في القيد الاول يرجع القيد الثاني، واللي كان في القيد الثاني يرجع في القيد الاول، واللي كان مدين يولي دائن، واللي كان دائن يولي مدين. نعني بها ان عندنا المرحله الاولى هي مرحله اخراج من المخازن، ترجع هي ترجع في القيد الثاني، ومرحله فاتوره البيع ترجع في القيد الاول، اي نعكس العمليه 10/4. ربع المبيعات هنا في 10/4 كانت قيمتها 60000 نقسمها على 4، هي ربع المبيعات 60000 على 4 تعطينا 15000، نضربها في 0.19 تعطينا 2850. نضيف ل 15000 تعطينا 17000 و850. معناتها مبيعات بضاعة هو 15000 تفية 2850، والزبائن 17850. مبلغ قيد الثاني 30 مع 600 أي 52000، كذلك نقسمه على 4 تعطينا 13000. عملية 18/28/4 بيع بضاعة بقيمة 15000 رسم على قيمة مضافة 19% بلغت مصاريف النقل 1000 دينار، تحملتها المؤسسة وتم نقلها بوسائل خارجية. تكلفة الشراء 12000، هذه حالة عادية، نديرو 600 مع 30، 411 مع 700 و 4457، وهنا ومصاريف النقل 624 4011. المبالغ 12000 تكلفة الشراء 600 مع 30، زبائن هو تي تي سي 16950، مبيعات بضاعة 15000، متفية 19950، ومصاريف النقل 1000، مورد الخدمات 1000. هنا في هذا التمرين نلاحظ ان مصاريف النقل في كل مرحلة كيف تسجل. اذا كانت مصاريف النقل هذه نعتبرها كملاحظة للتمرين. هنا مصاريف النقل اذا قالونا في العملية مصاريف النقل قام بها المورد، تسجيل يكون مثل العملية 12/4 380 3860 4457 ومع 401. هذا نعني أن مصاريف النقل تظهر في اليومية مع حسابها في الفاتورة، مع إضافتها في الفاتورة.
عندما يقول لنا أن مصاريف النقل تحملها زبون ثم نقلها بوسائل المؤسسة، في حالة البيع مصاريف النقل تسجل بأداءات مقدمة 706، تكون في القيد الثاني وتكون دائم. في حالة الشراء مصاريف النقل تم نقلها بوسائل خارجية، في هذه الحالة تكون قيد إضافي 3860 مع 4011. مورد الخدمات هذا نستعمله في حالة الشراء وحالة البيع فقط. المصاريف النقل رقم حساب مصاريف النقل يتغير، في حالة الشراء تكون 3860 وعند في البيع تكون مصاريف النقل تحملتها المؤسسة وتم نقلها بوسائل خارجية يكون 624 مع 4011. وشكرا على